دور الابطال وكاس الكونفدراليه، لكن مشوار المنتخب ينتهي اليوم بنهائي كاس الامم امام الكاميرون، وبالتاكيد هنا في اهل مدينه نصر هناك استعداد خاص وتواجد جماهير لاعضاء النادي بشكل مكثف. وفي هذه اللحظات يسعدنا ان يكون معنا سياده اللواء اسامه سامي مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. استاذ اللواء برحب بك في البدايه، وتجهيزات مميزه جدا داخل النادي الاهلي للتحضير لهذه المباراه، كيف استعد فرع النادي الاهلي بمدينه نصر لمتابعه اعضاء النادي للمباراه النهائيه بين مصر والكاميرون؟ احنا الاول بنرحب بقناه النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي بفرع مدينه نصر، واحنا خلال فتره البطوله جهزنا اكثر من مكان للعرض للشاشات عشان خاطر راحه الساده الاعضاء، عشان يبقى في مكان تجمع كويس لاعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر. انا عارف يمكن في اكتر من مكان هنا في مقر النادي في مدينه نصر، اكتر من تجمع، يعني اكتر من مكان مقسمين الاماكن الخاصه للاعضاء اكتر من مكان ازاي؟ والشاشات اللي موجوده كمان مساحتها عشان تدي مساحه رؤيه لعدد اكتر ممكن يوصل ل 2000 او 3000 من اعضاء النادي. احنا عندنا شاشتين رئيسيتين، واحده موجوده هنا في الفوت كورت في قصاد في الحديقه الرئيسيه، وفي واحده قصاد المعرض، دي كل واحده فيهم بتسع اكتر من حوالي من 1000 ل 1500 عضو، وغير الاضافه بقى المطاعم والكافيهات اللي موجوده في النادي، كل واحده مجهزه في شاشات عشان برضو بتخدم داخل حمام السباحه وداخل المنطقه الترفيهيه، في برضو شاشات لعرض تلفزيونات بحجم كبير. يعني خلال مباريات البطوله كان في تواجد لاعضاء النادي، لكن الاقبال النهارده في النهائي شايفه العدد اكبر والتواجد اكتر يا ست اللواء؟ والله احنا من اول بعد خروج من بعد نهايه انتهاء مرحله دوري المجموعات ابتدى في كثافه عدديه كبيره جدا في الدور الثمانيه ودور قبل النهائي، والنهارده في دور النهائي الاعداد يمكن متزايده اكتر بكتير من المراحل اللي قبل كده. شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب للمنتخب. شكرا، الف سلامه وبالتوفيق الماتش ان شاء الله. سلام عليكم. كابتن عبد الحميد حسن، يعني في هذه اللحظات زي ما انت شايف في الصوره خلفي يمكن عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر بيتواجدوا داخل مقر النادي من قبل انطلاق المباراه من اكثر من ساعتين، منتظرين ضربه البدايه بالنسبه لمنتخبنا.